هاشم بن عبد مناف كان زعيم بارزاً لقبيلة قريش في مكة قبل الإسلام. قاد قريش إلى النصر في حرب أحلاف قريش ضد بني حوازن، مما عزز مكانته كقائد عسكري نجح. أسس حلف المطيبين لحماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة في المجتمع، كما كان هاشم أول من ابتدع رحلات الإيلاف لقريش. لعب دوراً محورياً في تشكيل المجتمع المكي قبل الإسلام، وترك إرثاً مهماً في تاريخ شبه الجزيرة العربية. يعتبر هاشم بن عبد مناف شخصية تاريخية بارزة في تاريخ مكة قبل الإسلام، وساهم في تحقيق الاستقرار والوحدة بين القبائل،